وعنده فعلا فعلا اصرار بيعرف انه بيتعلم من الخطا اكثر ما بيتعلم من الصواب. كانت هذه الكلمات دافعة لريم للمضي في عالم الذكاء الصناعي والروبوتات، وبها واجهت خيبات تجارب لم تكلل بالنجاح. كان يجرب أديسون التجربة الوحدة 3000 مرة علشان يوصل للنهاية. يعني نحن الآن الشباب كم بيجرب؟ 5 10 15 كم بيجرب؟ 20 خلاص بيمل. ريم حميد التي قضت طفولتها شغوفة بعلم الهندسة والإلكترونيات، هي اليوم مؤسسة ومديرة أول معهد روبوتات في العاصمة المؤقتة عدن. أول ما أشوف حاجة بدأت تعطل ولا شيء بسيط، يعني دائماً أحاول إني أفتحها عشان أشوف إيش في اللي داخل، بس طبعاً ما كنتش أقدر أصلحها لأنه ما كانش في حد عندي في البيت ممكن يعرف في الإلكترونيات عشان يفيدني، يقول لي دي قطعت كذا، دي قطعت كذا، دي قطعت كذا. لم تكتفي بمخرجات كلية الهندسة، فعملت على مواصلة البحث في الكتب والأبحاث العلمية والبرامج الهندسية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو ما مكنها من مواصلة مشروعها حتى اندلاع الحرب التي طالت عدن قبل 3 سنوات، مما زادها إصراراً لافتتاح معهد رؤية للروبوتات في مديرية المعلة في العاصمة المؤقتة عدن. نحن في وضع صعب جداً، والشباب وضعهم أصعب، والبلاد يعني كل شيء فيه الآن بقى بعد الحرب غالي جداً. نجحت ريم بإيصال فريقها إلى المرتبة الثانية في مسابقة الروبوتات في قطر وفي جمهورية مصر، وحاز فريقها على العديد من الجوائز على المستوى المحلي والعربي، كما كانت أول محكم من اليمن في المسابقة 11 للروبوتات في جمهورية مصر قبل 4 أعوام. نضطر نعلق حقا نحن الشغل إلى ما بعد رمضان إذا قدرنا، يعني نحن نستمر أو للأسف بيتم إيقاف المعهد. أصبحت التكنولوجيا جزءا من حياتنا، والروبوتات من حولنا في منازلنا وحقائبنا ومتناول أيدينا، والمعهد الأول من نوعه في مدينة عدن يعاني من إهمال وتجاهل لدور مشروع كهذا يسهم في النهوض بالوطن وإنقاذه من الأمية الرقمية. حنين جمال، بلقيس، عدن.